لعبت كرة قدم ازاي وحياتك كانت ماشية ازاي وايه الاختلاف برضه؟ غريبة يعني انت اكيد انت في حياتك كاسلام شاطر برضه هتلاقي ممكن حاجة كده بتمر بيك تقول انا ما كنتش هلعب كورة خالص. كلنا كده. انا وانا صغير احنا ما كانش فيه زمان زي الوقت ده مدرسه الكوره والثمان سنين وسبع سنين، كانت 14 سنه الشباب. ايوه كانت بدايه مدرسه الكوره في في الانديه 14 سنه. فانا في مركز الشباب متعودين عندنا يوم الجمعه الصبح قبل صلاه الجمعه في الدقهليه في البلد عندي في مينيت محل الدمنه. متعود انا الكوره معايا في البيت، يعني مش هيروحوا يلعبوا في مركز شباب غير انا اللي لازم يصحوني عشان الكوره عندي في البيت عشان ما ترشش ميه. لا مش هينفع يخبط عليا في الباب، احنا انت عارف البلاد الارياف يعني. واروح العب. فاليوم ده ما لقيتش حد ولا خبط عليا ولا حد سال فيا، فانا الساعه 10 ببص كده لقيت ما فيش حد، فروحت على مركز الشباب وانا متعود كل جمعه يجولي جابوا كره ثانيه ولا ايه؟ لا لقيتهم متجمعين رايحين اختبارات نادي المنصوره. حاجه جديده بالنسبه لي، حاجه ما تعرفهاش بقى. اختبارات ايه؟ اختبارات. قال لك احنا رايحين نادي المنصوره في اختبارات، ومحدش قال لك ولا حد قال. قلت لهم خلاص انا هاجي معاكم بس هتفرج، ما خلاص انا اليوم راح مني. ايوه فرحت معاهم اختبارات نادي المنصوره. قاعدين في زمان مش نقعد تحت على الارض كده وتختار لعبة، لا بتقعد في المدرج وتختار وترقم اللعيبه 4 ضد 4 5 ضد 4 وتقسيمه صغير. كابتن صار اتفرج ربنا يديله الصحه، هو اللي بيختار المجموعه. انا رايح ضيف هخلي بالي من لبس الحاجات الاداء بتاعتهم، يخلصوا نرجع تاني عشان نكمل لعب. ايوه بيعد يا كابتن اسلام 1 2 3 4 دي فريق، 1 2 3 4 دي فريق. طيب في جون هناك اوكي، ابو مين اللي هيقف جون في الفرقه الثانيه؟ انا ياسر ريان، انا اللي هقف. قلت له انا مش قاطع تيكت، كانت تقريبا بجنيه او جنيه ونص حاجه كده. في الوقت ده بتكلم انت تقريبا 87 14 سنه. فقلت له انا مش قاطع، انا بشاور له يعني انا جاي مع دولت اصدقائي يعني. فجه قال لي انزل برضه اقف جوه، مش لابس حاجه على فكره ولا كوتش ولا حاجه. نزلت ارقص الفرق الاربعه اللي قدامي واروح اجيب جون وارجع تاني، ارقص وارجع تاني واقف جون. فقال لي تعالى انت منين؟ قلت له من بلد من محل الدمنه هنا. انا بتكلم بفطره وعادي بقى عادي سؤال وهو صغير وهرجع تاني. قال لي طب تجي لي بكره.